هاي يا بنات، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده فيديو مختلف تماما. هتقضوا يوم معايا. انا النهارده في سيتي سنتر كارفور، والمفاجاه النهارده اني نازله اقابل واحده صاحبه ليا اول مره هشوفها من بعد 3 شهور. هي صاحبتي من بابجي اللعبه اللي جننت الناس كلها. انا هدخل بس البوابه بتاعه الدخول. تمام، المفروض ان انا اقابل النهارده، وده اول خروجه لينا مع بعض، يعني ان شاء الله مش اخر خروجه. اخر داخله اهو من البوابه اللي عند الفود كورت. هنقضي يوم سوا مع بعض، هصور لكم حاجات كتير. بس قبل ما تشوفوا الفيديو وتكملوه معايا للاخر، اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا علامه الجرس عشان تصلكم مني كل فيديوز جديده انا بقدمها. وقررنا ناكل من عند الاكل الصيني. مش عايزه اجيبك. شوفي بصور. شوفي احنا هنختار اكل بقى. تختاري ايه؟ انا هجيب سبايسي ولا ايه؟ الفراخ دي هنسول وحاجه ثانيه، بس مش عارفه اجيب ايه. تمام، انا هاكل زيك. انا هاكل رز بس مش هاكل نودلز. لا لا، هتجيبي ايه غير السويت؟ وهاكل هاكل اللي هو التشيكن اللي هي السويت، وهاكل بيكاتا حراق، وهناخد اللي هي اللي بحب اللي هو الصباع اللي هو اللي فيه بصل ده. ما هو بيتجاب اجباري. احمد دايما بيعمل كده برضه. نعمل اوردر دلوقتي ال سي. تمام، واحنا في قسم البيجامات. بصوا لقينا بعد ما كنا طبعا. بصوا امينة عاجبها ده قوي، هو حلو قوي. وانا وقعت بيبسي. يلا عادي مش مشكله. ب 520. تمام، 30 و30. وانا وقعت البيبسي بس شكله حلو قوي. وحلو قوي دي للبنات اللي بتسقع. انا بسقع. انا كمان. ده 2 شراب صح؟ 2 مش واحد. بكام بقى؟ ب 90 جنيه الاثنين. حلوين جدا على فكره. حلوه. والخامه بتاعتهم اللي هي بيقولوا فوطه تقيله كمان. اسمها فوطه. دي تحفه قوي. فلافي. حلو قوي وليها ودان. والبنطلون اكيد فيه حركه برضو بتهيألي، ولا ساده؟ لا ساده. ده اللي ليه ودان. شوفي ده. بص ال الهاي ايه اسمه، الايس كا اسمه الكابيشو، ليه ودان. ممكن نلبس عليه بقى ده، يبقى حلو قوي الفوت وير ده. بجد تصدقي؟ هيبقى حلو جدا. والبيجامه دي الناس اللي بتحب البيجامات، بس دي صيفي بتهيألي الفوت وير. الله، على فكره مش غالي جدا خالص. حوار ان هو 90 بتهيألي، ده اطول من ده يعني بتهيألي في 2 سايز. وبعدين عاملين حركه زي بتاعه اللي بتبقى في السلوبيتات بتاعه الاطفال الشمع دي، عشان لو انت هتدوسي على الارض بيها ما تزحلقش. ده كام ده؟ برده 90. حلو قوي. ده قصير ودول الطوال. شايفه دي؟ الله، بصوا من عند الكعب في ايه، في رسمه ارنوبه او دبدوبه. انا حسيتها قطه. حلوه قوي تصدقي. ودي بيجامه مع جميله قوي. ذوقك حلو على فكره. شكلها حلو. ذوقك حلو. بس هيجي تاني. ودي حلوه بس دي خفيفه. بصي دي كمان. بصي دي فيها ايه، الوانها حلوه قوي. لا ده انا فكرتها معاها، بس هي متعلقه غالبا. احنا ممكن نحطها. هم عاملينها ماتشنج. طب هو في اصلا مكان ليها؟ مفيش. نرجعها هنا دي معاهم كده. واسعارهم حلوه. يعني انا بشوف. عايزين نشوف. وهنا في قسم كله للفوت وير واشكال. بصي دول الغامقين، وبصي ده للكريسماس. ده الثلاث الوان دول انا بعشقهم. لا وبصي فيها لمعه. شمال. وبصي اللي هي بتوع الكريسماس اللي هي الاشكال بتاعت الكريسماس دي. حلوين قوي. وبصي ديت. دي انت عارفه دول دي للودان. عشان الناس اللي هي ودانها زينا. انت شفتي دول ب 65. حلوين قوي. ايه ده بجد؟ ثلاثة مع بعض. ودول بكام؟ ودول ب 70. وده جلوفز. شفتي الجلوفز؟ لا ده انا افتكرتها جلوفز. ودي بكام اللي هي بتاعت الودان؟ ولا 100. دي 100. الله تصدقي حلو جدا. حلو. بس اصل المشكله لابسه حلق، فالحلق ممكن. الله حلو قوي والله. دي في البيت دي تبقى جميله قوي. حلوه هي دي. لا في قطع بتاعتها هناك اهي. افتكرت لاست بيس. مش عايزه اجيبك. هي بس ده.
تحسي كده ان هو مش حلو قوي. السوق اللي هي دي وشفتي دي اللي هي دي للودان عشان تدفي الودان. نعم. مهير ده اسمه مهير صح؟ برافو عليكي. بفتكر شفتي بقى بفتكر من سياحه. دي سكارف سكارف الناس اللي بتسقع زيي في البيت. وعايزه اقول لك السكارفات دي حلوه قوي. الله الجري تحفه واللون اللي هو ال ده انت بتحبي اللون ده. والجري جميل الاثنين حلوين قوي. هم اصلا ميكس ما بس الجري هيمشي معاكي على كل. بكام بقى السكارف ده اللي ورا؟ استني هقول لك اهو. 200. حلو قوي على فكره. انا عاجبني ده كمان. انا بحب الحاجات الطويله دي. انا بصي انا بحب الحاجات اللي هي الملفوفه الجاهزه. مش دي ملفوف جاهز بتهيألي؟ اعتقد انهم كلهم ملفوفين. لا في واحده ضايعه واحده واقعه. دي بتتلبس. لا مش بتتلبس. هي معموله كده وتبقى مثلث نازل. بتبقى كده وجاهز تبقى شكلها حلو قوي هنا. المفكوكه هي عاجبها دي. دي بكام بقى؟ انا اصلا شايفه ان دي ممكن تبقى اشارة بطويل. دلوقتي الاشارات الطويله بقت كتير وتقدري تعملي الفكر. نفس الشكل بتاعها. ودي اللي بتتربط دي اسمها ايه؟ البندانة؟ مش عارفه اسمها البندانة. دي بندانة الحاجات اللي فيها مخيفة. نروح نشوف قسم تاني. احنا دخلنا شفنا الاطفال. انا عايزه تشوف الاطفال من فوق. طب يلا ماشي. احنا ممكن نشوف ان نصور بسرعه كده الحاجات اللي هي هنا البروفرات البيزك. تمام. هنا المضلع بتاعها البيزك الساده خالص قدام. في هنا كمان اهو الوانها اهي. حلوه قوي. وبصي برضو كان في الناحيه الثانيه اللي احنا كنا واقفين بنتفرج عندها. اهو الناس ما شاء الله لحقت تبهدل. احنا كنا جايين. هي البيزكس الحاجات دي. في الموف والبيج والسيموني. الحاجات دي. ده وفي الهاي كول كان الناحيه الثانيه. هاي كولات كانت الناحيه الثانيه. وده حلو قوي. ممكن تفردي ده. مش هطلعك. انا همسكه بس. امسكيه. طلعيه لفوق او هاتيه هنا او هاتيه على الجنب. ده لونه اخضر زرعي كده او اخضر غامق. مش عارفه مش باين قوي بس هو ايه ممكن عشان اضاءه. هو كده. برده هنا مش باين بس هو. وفي الازرق وفي الاسود بتاعه حلو جدا. حاجات البيزك دي اصلا بتمشي بقى مع اي حاجه. تضربي عليها كارديجان بقى او جاكيت جينز او جاكيت. يعني بتبقاش ما بتكلكعش تحت الجواكت. نطلع الاطفال بقى. وده القسم المهم بالنسبه لي بصراحه. انا بصي بعشقهم اصلا. بيعملوا هنا كمان. هي ال سي اصلا دي براند تركي. بيعملوا اصلا هنا بصوا حاجات الاطفال بقى فظيعه. بيعملوا حاجات فيها افكار فعلا اطفال تحبي اصلا انك تشتري لهم. بصي اصلا القسم ملون ازاي وشكله حلو زي حاجه البنات. انا هنيجي نروح نشوف. بصوا بس الحاجات الحلوه البناتي دي. الله ممكن تورينا واحده. ورينا واحده. عليها ايه؟ وزه. دي وزه. كنت افتكرتها فلامينجو في الاول بس ده مش فلامينجو. لا وزه. حلو جدا. ده عامل 240. والله حلو قوي. اسعارهم اصلا هنا حلوه. اسعارهم هنا اصلا حلوه. بصي كمان اللي عليه الكوره اللي هي السيمي. حطيها على الوش بس. حطيها على الوش. ما تطبقيهوش. ما تطبقيهوش. سيبيه احنا كده بهدلناه لهم. ما تطبقيهوش. عشان كده بقول لك سيبيه. هو الراجل واقف اصلا. الراجل احساس ان انا لا ما اقصدش ما تساعديهمش بس احنا كده بقيتنا بنساعد. احنا كده بنعك. الله ده للاطفال بيبيهات بقى. وده ب 190. من سنتين لثلاث سنين ده. مش بيبيهات. انا حسيته بيبيهات والله. انا حسيته صغير. وفي حاجات اللي هي بقى بصوا اللي هي الكتابه بتاعتها بتروح وتيجي كده شكل. اهو كده شكل دبدوبه. تمام. وبعد كده تقلبيها كده تبقى اي لاف. بصي دي دبدوبه اللي هي تتقلب. ايوه اهي. انا بحب. وبعد كده نزليها بقى انت بقى عشان مش عارفه اجيبها العكس. ايوه اي لاف. اي لاف ايه؟ طوكيو. اليابان يعني.
حلو قوي، انا بحب الحركات دي قوي. اه جميله. ده الاطفال يقطعوها في ثانيه، دي محدش يجيبها. محدش يجيبها. تعالى نشوف. الله بصي بقى، احنا عايزين نشوف الموديلات دي جميله. وبصي في دريسات حلو قوي اللي عليه البنوته لابسه سكارف ده. اسم الاطفال ممكن يجي يزعقولنا على البيبسي ده اصلا. اه ده حقيقي. دي القطه دي والنضاره بتاعتها مره بتبقى ذهبي او جولد، اه ناحيه وناحيه يعني عشان تبقى باينه. حلوه جدا. وده دي ده ب 100 160 ده ب 160. اه والورد ده ب 79 يا جماعه بعد السيل. حلو قوي 79 وشكله شيك جدا. انا عاجبه، بحب الورد اصلا، بحب الورد قوي، شكله حلو قوي وشكله شيك يعني، مش اللي هو مثلا 79 ده ونازلين على موديل وحش، لا حلو جدا، حلو قوي. انا ده ممكن اجيب له كوكي. الله برده بيتغير. اه ده ورد بقى بتهيألي لما بتعمليه بيبقى ورد، بتهيألي كده ولا ايه؟ هتبقى ورد. اه اه حلو قوي. بص جميل قوي يا جميل. الله تحفه حلوه قوي. بصي كده يبقى قلب ساده خالص صح؟ اه كده هيبقى ساده وبعدين يبقى ورده. حلو قوي. عارفه الفكره دي اصلا بقى تحسس ان هم عندهم كذا يعني تي شيرت يعني، فاهمه؟ ان في غيار يعني. اه في غيار عندهم. دخل 120 تحفه اصلا، ولونه اصلا رقيق. بس كده عندها الالوان دي كتيره جدا والله. بس لونه حلو. انا ممكن اشوف برضو تي شيرت تاني. هي طب ما في ايه تاني مثلا؟ قسم الولادي وريني اللي في ايدك ده لونه جراي. حلو. وبصي وريهم الاورنج ده، عايزين نوريهم الاورنج. مش اطفالي خالص. اه ما هو سنة تلاقيه بقى الاكبر. بصي وريهم الاورنج ده، افتحي السوسته. عجباني الفكره ده، جيب. اه جميل قوي. اطفال اصلا بتحب تلم الكوينز. وبصي عاملين لهم برضو نفس الفكره، بيتبسطوا بيها. عاملين لهم نفس الفكره. بصي اه تفتكري هيبقى شكل ايه؟ عربيات بقى وحاجات كده. تالي اي ثينك هتبقى عربيات واشكال كده. اه عربيات. اه عربيه فعلا. اه وتي بيبي كده العربيه لونها هيتغير بقت ازرق. اه والله انا شايفاها هي حلوه بس مارسل. مش ناجحه، الاطفال هيقطعوا كده. اه الا اذا بقى لو ايه، احنا عايزين نشوف. طيب بصي الفيست الجراي ده تحفه. اه ده تحفه. حلوين قوي. اه حلو قوي. والبلوفرز دي بس سن ايدج كبير، ده من 7 ل 8 سنين. بس حلو. اسعار ايه هناك؟ التيشيرتات كانت 190 160 يا جماعه. والسويت شيرتات حزب ده اصغر، ده 5 6 سنين. اه ما هو الايدج عندهم كل السنين. وده ب 200. اه لونه طب. اه جميل جدا. انا اصلا بحب الدرجات دي. اشكل مخطط اهو عشان امينه بتحب المخطط. اه ودي جواكت الاطفال اهي، واللون ده طالع جموده اصلا للكبار وللصغير مستردة. والزيتي ده جميل. ده ب 550. واللون ده جميل برضه. والقماشه دي حلوه، انا بحب القماشه دي قوي. بحب الفرو ده. اه يبقى عملي اكتر برضه ب 550. تعالي نشوف التيشيرتات بسرعه كده الولادي. اه بس ده سن كبير بقى. اه ده تلاقيه بقى 11 و10 سنين وبكام؟ وب 650. تعالي نشوف برضه ال اه الواتر بروف. طب تعالي نشوف اللي هم ال بصي البيجامات برضو. تعالي نشوف اي بيجامه كده باتمان. ده مش بيجامات، دي بروبرات. ما انا ليه ظاهر لي ان هي الله حلو. الباتمان ده بكام؟ ب 220. 220 حلو قوي ده، هي ما يتبسط بيه قوي. حلوه البناطيل دي اللي بيحبوا البناطيل. اه دي حلوه جدا وسهله في الخروج. اه حلو قوي ده. طب تعالي نشوف كده. طب احنا ليه ما لقيناش في البنات حاجات كده بروفرات خفيفه كده؟ كله كان تيشرتات باين بس. اه وفي هنا برضو اللي هي السالوبتات اهي، اللي هي ال وبيجامات. بس ده حلو جميل جدا. اه بصي التيشرتات اهي،
التيشيرتات. التيشيرتات مش دي تيشيرتات ولا بيجامات؟ لا دي تيشيرتات. تيشيرتات صح؟ بلوفرات كمان. بلوفرات؟ الله حلو قوي. بصي ده شبه اللي انتي لابساه. اه الواني 220. حلوة قوي على فكرة اسعارهم. اه اسعارهم حلوة قوي واشكالهم حلوة جدا. وحلو ده. اه اصلا اللون حلو. اه طالع طالع موضة وجميل. مسترد اول ده ب200. ده ب200. وهي اشكال اهو. بص ده ترينج حلو جدا. حلو قوي. ادي اشكال برضو السويت شيرتات. جميل جميل جميل. شكله عسولة خالص. كام بقى؟ 190. 189 بالظبط. اه البناطيل دي بقى حلوه قوي بقى في الشتاء. تنفع للنوادي وللحاجات اللي بسرعه يعني. حلو ده. مية وتسعين. حلو قوي. اه اه تحفه. انا كنت عايزه اشوف. عايزه اقول لكم معلش بقى لو اول الفيديو كان ايه كانت الدنيا ملخبطه شويه. احنا رايحين ناحيه كارفور كده الماركت بس ايه ربنا يستر. طب تعالي نشوف الاول الميك اب. احنا عايزين نشوف ميك اب غير الاستاندات اللي جوه. انا فكر اصور لكم استاندات ميك اب النهارده بس ايه مش عارفين لسه الفكره ناجحه لا لان كارفور زحمه زي ما شايفين كده. بس اوكي بس دي ناحيه الكاشيرات دي. اه لا ما اعتقدش. انا ابص على الاستاندات الناحيه الثانيه لو انت عايزه نشوف استاندات مثلا لو عايزين نشوف اللي هو الكحل مثلا او المانيكير. انا عايزه اشوف المانيكير اماندا او اللي هو الفلومار. تمام. فلور مار صح؟ فلور مار. اه ايوه فلومار. فلور مار واماندا. تعالي ندخل الناحيه دي الاول بعد كده نرجع لهم. ممكن ندخل من ورا هنشوف ده جس. بحب قوي المحل ده وبحب المحافظ بتاعته بتاعت جاس. انا اصلا مريضه محافظ. لابوار انا اول مره في بالي. اه لا في لابوار بس صغنن. اه ستاربكس عشقي عشقي. اه عشقي حبيبي. تعالي بقى بصي الاستاندات هنا وهنا وهناك. تعالي نبدا كده بقى. واكسسوارايز بحبه جدا بعشقه. انا اصلا مريضه محافظ. مريضه محافظ ومريضه الاكسسوارايز ده بالذات. هو وشجر بحبه جدا. بحبه جدا جدا يعني بعشقه. اه دي المحلات اللي بقى ايه كل مره اجي لازم ادخلها يعني لازم يعني هو تكرار كده. يلا طب يلا تعالي نشوف ده ايه. دي زيبورا. دي زيبورا. كل ده زيبورا. طب خلينا نشوف الاول اماندا. اي ثينك ان اماندا كان هنا في ستاند من الاستاندات دي. ده ايه ده بتاع موبايلات؟ لا لا ده الارت صيدليه نورماندا. اه يعني دي صيدليه. وده فيسز او وجوه. بصي هما كاتبين اصلا وجوه بس اه احنا بنقول فيسز. اه في اوفرز ولا ايه؟ تعالي نسال في اوفرز. وحاجه لونة اهي. مساء الخير. هو في اوفرز عندكم ايه؟ طيب على بايدرما اه نشوف ايه العروض بتاعت بايدرما. ليكوا قطعتين عليهم قطعه فري او قطعه تاخدي الثانيه بنص الثمن. تمام ده بالنسبه لبايدرما. بنتي اللي بتختاري البرودكت عادي مش عجبك على حاجه. تمام. النص ان احنا لسه شغالين بالاسعار القديمه النهارده. اه تاني زياده. يعني الغسول بكام؟ ده ب 170. 170 بس هو على فكره ب 189 لسه زياده النهارده. اكيد بجد. اي ثينك ان هو كان ب 165 مش ب 170 اصلا. ب 169 بس. ماشي تمام. اه مثلا تمام. اه اه تمام يعني نفترض مثلا ان انا بكتب عليك
لا مش بتكذب. لا لا مش بتكذب. تمام. حتى لو انا ده بنات. طب انا ممكن الف اصور المنتجات عشان انا هنزل الفيديو ده. طيب تمام. والحاجات دي داخله في العرض؟ لا يعني داخله في العرض يعني داخله يعني الاوفرز. اي حاجه اي حاجه في بايديرما. تمام. طب هو كان في برودكت كده بيقولوا بيستخدموه بديل البرايمر بس مش عارفه اسمه ايه بصراحه. سيبيان بريفاي. هو اخضر لانه اب من سيبيان. تمام. ده بقى ايه احطه؟ المفروض ان هو بيعمل ايه؟ بيعالج ايه بالمسامات الواسعه؟ بيرجع المسامات لحجمها الطبيعي بيستخدم اول شهر. نزل الميك اب. تمام. ثبت الميك اب البرايمر. تمام. وطفي اللمعة نوتي فاي لان اللمعة دي اللي بتلم الاتربه في التنتي في المسام بتعمل لك التهابات تطلع. تمام انا فاهمه. انا في غنى عن الكلام ده. تمام جدا. تمام. ده اصلا سعره كام؟ 249. 249. وانا لو خدت هتكسبوا طبعا القطعتين الاقل في السعر و اغلى في السعر. قصدي الاغلى في السعر والاقل هي الهديه. تمام. عايزه بقى القطعتين والثالثه زي بعض عايزاهم مختلفين مفيش مشكله. فاهمك. والسان بلوك ايه؟ سعره 299. 299. في منه الاكوا فلويد بخاصيه الدراي تاتش مع عمود خصيصا للبشره المختلطه والدهنيه. مش الفلويد هو اللي هو باين الاكوا فلويد ده كمان اخف ملمس بالسان. تمام. مش يا ريت نجربه انا عشان انا بس ده اللي هو الانفيزيبل معيش حاطط لك كميه كبيره. لا خالص ولا يعني. بس عشان بس تقصد ان البشره بتتشربه بسرعه جدا. اسمع معيش اصوره كده. ده للبشره الايه؟ كومبينيشن تويد سكين. تمام. تمام. انا مش عارفه هو باين كده ولا لا. تمام. في منه بقى التنت دي الباودر دي انا عارفه دي شفتها قبل كده. ده اللي هو الفي فاونديشن. لا خالص. لا خالص. هو باين. هو باين. انا بس عشان اجيبه كده في ال لو انت حاطه ميك اب الصبح. بس هي الهدف يعني مثلا في ناس تبقى عندها ايه في بشرتها. اي الاوفرز دي لغايه امتى؟ ان شاء الله عايزين يعني لغايه يوم 10 ونفاذ الكميه. تمام. لغايه يوم 10 واحد. تمام. هي الباودر دي ليها درجات ولا درجات؟ لا هي ترانسفير. جربيها على فكره. الدرجه دي بتبقى ماشيه مع الكل. عندنا كمان ان هي تناسب طبقه او لون المصريين. فاهمك. بصي مش اللي هو مفتحاكي اللي هو لون روز كده. خدت بالي طبعا لما بت معاكي يعني. حلوه جدا. بصي ما فتحتش اللي هو مخليه الفرق. جميله جدا. حلوه قوي. بصي انت لما توزعيها دي ب 450. ب 450 طبعا احنا لو خدنا كذا حاجه بيحسبوا لك بقى بتقسمي. وقلت لي ده 249 واللي بعديه ده ايه؟ معلش عشان انا بشرتي مختلطه. بصي انا مجربه من لا ده الغسول انا ما بستخدمش غيره اصلا يعني. ده السكراب. ده السكراب بتاعي اللي خلاك جلد الميت يصفر 12. تمام. تمام. بس بيبقى عناء اسبوعيا مره او مرتين. مره او مرتين ماكسيموم. تمام. اوكي. تمام. في عندك حاجه بتعالج الاكل؟ بتعالج الاكل اللي هي تمام. زي السيريام الاي اي. تمام. معلش. لا تمام. اوكي. حبات ملتهبه اللي هي الانتي انفلاماتوري. تمام. عندك الاي كي ام ده وبتخليها ما ترقص الصوره والبيضه البلاك هيلز والوايت. فين بقى؟ البلاك والوايت ده برضو. والاولاني هو بتاع الحبوب. بتاع الحبوب الملتهبه ده بتاع الحبوب وده بتاع الرؤوس البيضاء والسوداء. تمام. وده اللي الجلوبال ده ايه؟ وده البرايمر. الجلوبال ده مرات اختراع لوحده. ايه بقى؟ ده جامع بين الاثنين بين الاي كي ام اللي هو بتاع يعني يغني يعني انا جبته بالظبط يغني. ده بكام ده؟ ده ب 260. 260 259. يعني حلوين دول قوي. مثلا واحد ياخد قطعه ثالثه مثلا. تمام. يعني ده ب 259 وده ب 249. واشوف المنتج التاني. 8 بالظبط كده. تمام. هتاخد القطعه الثالثه. فهمك. حلو قوي. دي مجموعه البشره الجافه. بالظبط دي نورمال. دي البشره الجافه. مرطبات بقى وكده. غسول. تمام. كذا حاجه برضه في منه غسول. والاحمر للبشره الحساسه. صح كده؟ الاحمر اللي هو السنسيلي ده لاين للبشره الحساسه. تمام. والجراي بقى ده ايه بقى؟ بصراحه عمر ده الوايتنج. صح. تمام. تمام. يعني انا ممكن اخد من سيديوم واخد الدرجه الحاجه الثالثه. تمام. تمام. للتفتيح. طب ايه اللي متاح منه ايه دلوقتي؟ الغسول بس للاسف. الغسول. الكريم والسيروم للاسف ناقصين من الشد. السيروم ده اللي هو بيبقى معاه زي امبول بيتفضى جواه. صح كده؟ بستخدمه مره واحده بالليل. تمام. تمام. طب بكام اللي هو الغسول؟ الغسول ب 235.
235 يعني لو خدنا دول هو هو ده اللي هيبقى مثلا اقل حاجه. اه انا بقول لك كده. طب والموف ده ايه اللي هو اللي كابلي ده بيشتغل على التئام الجروح. التئام الجروح ما يعني علامه يعني مثلا لو علامه قديمه تروح بجد لو جرح فعلا جديد يعالجهولك جديد جديد ما ينفعش عليه. اه لا لا قديم لا. طب استنى اصوره برضه يعني ما يكونش عدى عليه شعر. ده للبشره الحساسه تمام وده للجروح الجديده وده غسول وايتنج تمام. هنا في البارتيشن بتاع لونا عندهم اوفر اي مجموعه من دول مع السبلاش ده لان السبلاشات كلها خلصانه ب 100 جنيه تمام. البادي لوشن والبادي ووش والشاور جيل تمام. في الشوكليت والفانيليا ودي مش عارفه بصراحه بريحه ايه. والاسترابري ده بتاخديه مع اي ما والاسترابري تحت كمان اللي هي لو عايزه تاخدي البادي لوشن والشاور جيل معاهم. السبلاش ده هو الوحيد اللي موجود. الاربع منتجات ب 100 جنيه طبعا براند لونا حلو جدا. وفي كمان الحاجه القسم بتاع الاطفال ده القلم ده البن ده برفيوم والمجموعه دي غالبا ب 25 جنيه. المانيكير مع البون وده الجلوس الواحد باين ب 20 غالبا دي الاسعار يعني. بس هي حاجاتهم حلوه عندهم مانيكيرات وحاجات. ده الستاند بتاعهم الستاند قدام نايك صح مش ده نايك وده الدريس. اوكي اوكي وعندهم هنا المانيكيرات اهي كل الدرجات وعندهم دي اللي هي الحاجات بتاعه الضوافر العنايه بالضوافر تمام. تعالي نشوف بقى المجموعه دي كده. دي انا اكتر فليفر بحبه الفانيلا انا بحبه جدا. انا اصلا اي حاجه بالفانيلا بحبها جدا بعشقها بصراحه. ممكن تجربي حاجه ومثلا اللوشن على ايدي ونظبط كده. دايما اقول الموضوع ده يعني نجرب كده جربي اللوشن وتشوفي ملمسه على ايدك وتفضلي لا تاخدي لفه كده وتشوفي الدنيا ايه تمامي يعني جربي ده الايه اصلا قبل الاخر فين تعرفي مش عارفه بس احنا ممكن نعرف لو سمحت. بس انا اصلا كمان بجيب الصن بلوك بتاعهم للاطفال والكبار جميل جدا لو باخد لون حاجه قبل كده بصراحه مش عارفه. لا بصي بس هي حاجاتهم ممتازه حلوه جدا بداوا كمان يظبطوا من نفسهم عن زمان بصراحه. القسم بتاع لونا فيه زي قسم طبي شويه بس ده من غير فلافر بقى ده طبي شويه يعني صح كده ده طبي يعني ملوش طبي يعني طبي جدا ماشي. ده لكعوب الرجلين تمام. هي المجموعه دي كلها الاربع منتجات ب 65 جنيه تمام. ده لكعوب الرجلين وده للجسم والايد تمام وده للتشققات بتاعه الركبه والكوع الاسمرار والكوع تمام والشفايف كلهم بالشيا كوكو باتر شيا باتر جليسرين وده شيا برضو. هي غالبا مجموعات يعني او سينك لا هم دول بس اللي موجودين يعني في حاجات بالشيا وفي حاجات بالجليسرين وفي حاجات بالكوكا تمام. قدام ديلي دريس وقدام نايك يلا. وفي عندهم الصن بلوكس كمان انا احنا حاولنا ندخل الماركت بس زي ما احنا شايفين كده الماركت فيه عروض وفي ناس كتيره جدا فما عرفناش. فكره فاشله بقت بالفشل. وهنروح فين دلوقتي بقى؟ سينابون. هنروح ناكل سينابون تمام وهنشرب نسكافيه ونشرب نسكافيه عشان احنا مصدعين جدا ولفينا على حاجات كتير قوي. معلش صور كل التفاصيل عشان خاطر الفيديو ما يبقاش كبير. اهو سينابون اهو الريحه الريحه عشق في كده احساس بالامان احساس بالامان بجد. الله انا بحب البوكسات وبحب الكوبايات اللي هي الكراميل اوكي والشوكليت انا النوت اوكي العشق يا جماعه العشق و واتقابلت انا وامينه ودي اول مره وان شاء الله مش هتبقى اخر مره. دينا خارجين اهو خلاص من كارفور رحنا قعدنا كمان في سينابو
وبطننا اتملت على الاخر خلاص مش قادرين. يا رب الفيديو النهارده. بصوا عاملين حواجز كده عشان الناس الدخول والخروج لان في زحمه جامده جدا بكارفور جوه، والناس ما شاء الله مش شايفين كده مش بتشتري حاجات كتيره جدا، وفي عروض على الاجهزه عشان عيد ميلاد كارفور، فالناس زحمه قوي. يا رب الفيديو من نوعه ده يكون عجبكم، ولو عجبكم عايزين فلوجات او اصور ستاندات ميك اب او يعني او لما اخرج اخدكم معايا كده تقضوا يوم، لو عجبكم النوع ده من الفيديوهات تكتبوا لي تحت بالكومنتس، وانا ان شاء الله هقرر ده وهتابع كومنتاتكم. وقبل ما انسى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا علامه الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديوز جديده انا بنزلها بالقناه. باي باي.